أنا هذا يسأل عن اعتماد الخطيب يوم الجمعة على العصا، هل لا بأس به يا أخي؟ أنا أجبت على هذا في الدرس الماضي، قلنا لا بأس أنه يعتمد على عصا أو على قوس أو يأخذ بطرف المنبر، يعتمد على طرف المنبر، لأن هذا أثبت له وأعون له على إلقاء الخطبة. يعتمد على شيء، يسن أنه يعتمد على شيء، إما عصا وإما قوس وإما طرف المنبر أو غير ذلك.